أهلا بحضراتكم مشاهدينا في متابعة يومية لحالة الطقس. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 وحتى السبت المقبل، حيث يسود من اليوم وحتى الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. طيب خلونا نفهم أكتر عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة اللي جاية من الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ رامي، اهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وإيه الجديد في حالة الطقس النهاردة يا دكتور؟ الأجواء برضو كما هي، مرتفعة في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تعتبر من 35 ل 36 درجة في الظل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ولكن مع ارتفاع نسب الرطوبة تتجاوز ال 38 درجة مئوية، دي درجة الحرارة المحسوسة طبعا اللي بتشهرها كافة المواطنين خلال فترات النهار. فترات الليل رغم غياب أشعة الشمس لأن نسب الرطوبة المرتفعة تتجاوز 80% على القاهرة، وتشعرنا كما لو كان الطقس بيزيد الحرارة في فترات الليل، ولكن في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بيكون في نسمة خفيفة من الهواء بتقلل شوية من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. وفقا لما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التنبؤات، توقعنا اعتبارا من يوم الجمعة القادم يكون معانا ارتفاع في درجات حرارة نسب الرطوبة وتتجاوز درجات الحرارة 39 درجة مئوية في الظل على القاهرة، وتصل إلى 40 و42 درجة في درجة الحرارة المحسوسة مع ارتفاع نسب الرطوبة. يعني نتعرض لموجة حارة إلى حد ما أو شديدة الحرارة خلال مع نهاية الأسبوع أيام الجمعة، وتستمر معانا لغاية يوم الأحد إن شاء الله. يعني أقصى ارتفاع في درجة الحرارة هتصل مثلا تبقى 42 درجة. بالفعل هذه درجة الحرارة اللي بيستشعرها المواطنين خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع أيضا نسب الرطوبة. طيب بعد يوم الحد اللي حضرتك ذكرته دلوقتي يا دكتور، هنشوف تاني موجة الحر والرطوبة دي ولا خلاص كده هنبتدي بقى تهدى شوية النسب في درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو؟ يعني هتعود الأجواء إلى احنا بنشوفه خلال هذه الأيام 35 و36 درجة حرارة في الظل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، يعني دي تعتبر سنة أساسية لانتماك شهر 7 وشهر 8 نتيجة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي اللي بيأثر علينا في معظم ايام شهور الصيف خصوصا شهر 7 وشهر. بالتاكيد. اخيرا يا دكتور، ايه النصائح اللي نوجهها لمشاهدينا مشاهدي اليوم السابع؟ طبعا مهم جدا خلال فترات النهار نتجنب التعرض لاشعه الشمس المباشره، خصوصا طبعا الاخوه الصايمين في هذه الاوقات، كل عام وحضراتكم بخير. نتجنب التعرض المباشر مهم جدا لاشعه الشمس. ايضا في وقت الفطار نزود معدلات شرب السوائل بقدر الامكان خصوصا الميه، ونتجنب الجلوس في اماكن مغلقه بقدر الامكان نتيجه ارتفاع نسب. دكتور محمود، ايوه فهمت. اخر نصيحه نتجنب، والخط السطره نتجنب الجلوس في اماكن مغلقه او اماكن سيئه التهويه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه. دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا موضحا لنا الحالة الجوية للأيام القادمة. الشكر أيضا موصول لكم متابعينا، أشكركم على هذه المتابعة، وإلى اللقاء في تغطية أخرى على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم.